نبدأ محاضرة اليوم، محاضرة رقم 13 من مسار تصميم منطق الحاسوب. ولازلنا احنا في عالم السيكونشال لوجيك اللي بيتعلق بشكل مباشر بدراسة او موضوع الميمورايزيشن او التخزين. محاضرة اليوم محاضرة طويلة ومواضيعها كثيرة، فنبدأ احنا من هنا. لكن طبعا خلينا نتذكر مع بعض المحاضرة اللي فاتت ايش حكينا تكملة لها. المحاضرة اللي فاتت كانت بداية سيكونشال لوجيك، وبدينا احنا كيف نبني لوجيك سيركت صغيرة بحيث انها تخزن، وفي نهاية المطاف وصلنا لللاتش اللي احنا سميناه الاس ار لاتش، او نعم الاس ار لاتش اما بالنور او اس ار لاتش باستخدام الناند. وشوفنا مع بعض انه بالفعل ممكن نحصل لموضوع التخزين، ممكن نتحكم في قيمة الكيو، وانه احنا صار عندنا كنترول ممكن نغير في قيمة الكيو زي ما بدنا. وشوفنا مع بعض في عنا 6 حالات. الحالة الاولى اللي احنا سميناها normal set state، normal reset state، abnormal set state، abnormal reset state، والسادسة الخامسة اللي هي abnormal state، واخر شيء اللي هي undefined والunstable. طبعا للوحدة الاولى واضح انه في مشكلة في الارس لاتش تاعنا اللي حكينا عنه المحاضرة اللي فاتت، اللي هي موضوع الانديفايند والانستيبل. نحن بندور على ان تبدا تكون القيمة تاعت الكيو قيمة ثابتة مستقرة، هذا واضح اول شيء. لكن هنلاحظ نحن في عنا مشكلتين في الارس لاتش، مش مشكلة واحدة، في مشكلتين. المشكلة الأولى اللي حنحكي عنها الآن، وعن طبعا خلال المحاضرة هذه كيف حنعالجها، وحنطلع بلاتش جديد، لاتش متطور، وحتى حنسميه مسمى ثاني محلول في المشاكل السابقة. لكن احنا بنشارك الموضوع هذا من بداية عشان تفهم الخطوات او المراحل اللي مر فيها اللاتش. طيب المشكلة الأولى بقول لك لاحظ هان، لو طلعنا if you look carefully at the latches, we notice that the QQ bar values are completely affected by the inputs. يعني قيمة الـ QQ bar بتأثر بشكل مباشر في مين؟ في الـ R والـ S. بمعنى اخر، طالما انه القيم تاعت الار والاس بيتغيروا، فالستيت تاعت اللاتش حتتغير. بس بقول لك هذا الشيء غير مرغوب فيه. ليش؟ بالذات اذا كان احنا الار والاس موصولين في كومن باس. كومن باس يعني اللي هو باس مشترك، اللي هو خطوط النقل، ناقل بنسميه، مش هذا عباره عن خطوط لنقل البيانات. فاذا كان موصول على الباص هذا في مشكله، يعني اي شيء بنحطه في الباص انا بنقول حياثر على مين؟ على اللاتش. معناها هيأثر على اللاتش، يعني هيأثر على القيمة المخزنة اللي هي الكيو بشكل أساسي. فبالتالي هم بتلاحظ إنه اللاتش تاعنا، الأرس لاتش العادي اللي خدناه المحاضرة اللي فاتت، في مهب الريل. فإحنا بنحتاج هنا لحاجة اسمها الإنابل ديسابل. وإحنا حكينا الكلام هذا موضوع الإنابل ديسابل في الديكودر. والفكرة تاعته هان نفس الشيء. إذا كان أنا عندي هان معمول لي إنابل، حيصير عندي الـ R والـ S هي اللي تحدد إيش قيمة الـ Q اللي راح تتخزن. لكن إذا كان معمول له ديسابل، بغض النظر إيش قيم الـ S والـ R، هتبقى قيمة الـ Q كما هي. هي معناته معمولها إيه؟ ديسابل. فإحنا بحاجة للكلام هذا عشان نعطي مور كنترول. طبعًا هو دير بالك أنا قايل لك أنا ليتس أندرستاند واي وي كونسيدر الكلام هذا. ليش نعتبر هذه المشكلة؟ لانه اذا كان اللاتش عنده موصول مباشره في باص، وش في قيم عنده على الباص راح تاثر الستيت تاع اللاتش، مع انه if we did not mean to change، مع انه احنا بدناش نغير في القيم. For this reason احنا محتاجين مين؟ اللي هو الانابل لاين. واللي حينتج عندي هنا بعد ما نضيف احنا موضوع الانابل لاين لانه حنصير نسميه انابل ايه؟ انابل ارس لاتش. انابل ارس لاتش يعني في الاولاني اسمه ارس لاتش، الان حيصير عندنا انابل. كيف صورته منظره؟ هذا اللي احنا خدناه قبل هيك اللي هو هاي، هذا المقطع هي صح؟ وكانت عندنا هنا اللي هو هاي الار، وهنا عندنا الاس في حاله النام. فنيجي نطلع هنا احنا ضفنا له هنا كمان ناند وكمان ناند. شو اللي صار معي هنا؟ الفكره تاعته زي ما حنشوف، هذا السي هنا اختصار لكلمه كنترول، اختصار لكلمه ايه؟ كنترول. فبقول الفكرة هاي إذا كان الكنترول صفر،
حيصير له ديسابل، يعني بغض النظر ايش قيم الاسهم الالفاظ مش راح ياثر في اللاتش من جوا، لكن اذا كان الكنترول واحد يعني معمول له انابل صارت عندي قيمه كيو راح تتاثر بقيمه مين؟ الاسهم. شوف مع بعض كلام هذا. طبعا هنا برضو كلام اللي حكيناه منفصل شوي وقايل لك لاحظ هان اللي حيصير معنا كالتالي. اول شيء لما نبدا هنا احنا لما سي بتساوي الصفر اللي هو الكنترول بيساوي الصفر، الاوتبوت بتاعت الناند هنا الاوتبوت بتاعت الناند جيتس اللي هم هذول حيساوي مين؟ واحد واحد، شيء طبيعي بغض النظر ايش قيم هذا وهذا، صح ولا لا؟ نعم. اذا كان احدى مدخلات الناند صفر فبالتالي الاوتبوت بتاعها حيساوي واحد بتاعت الناند. طيب الحين كلمة واحد واحد في حالة الناند القرص ناند لاتش، إذا ذاكرين المحاضرة اللي فاتت هذه كانت النورمال تاعته، يعني قد يكون نورمال سيت أنورمال ليست، طبعا احنا سمينا الموضوع الأنستيبل الآن موضوع ثاني. فالفكرة أنا بقول لي مثال عشان أوضح الصورة أكثر، طلع ايش اللي حيصير معنا. بقول لي إذا كان الكنترول السي بيساوي، هنا عمل له إنابل، حطيناه واحد، الكنترول عمل له إنابل، إيش إنابل؟ يعني أنت يا قيمة الأس غيري لي هي الأس واحد والأر صفر. إذا الأس واحد والأر صفر وأنا معمول له إنابل هان، شو اللي حيصير؟ هنشوف مع بعض. لاحظ لما كل التنتين وحدات هذا ايش حيعطيني هنا؟ حيعطيني إيه؟ صفر. هنا حيعطيني إيه؟ واحد. طبعاً هذا أي مدخلات لإلي حتعطيني هنا واحد، والواحد حيجي هان، وهذا صفر، والصفر هان، فمباشرة صار عندي هذه الحالة شو اسمها؟ أب نورمال ست ستيت. Abnormally set state حالة تاعها، يعني طلع عندنا هنا وقتاش ذاكرين إذا حالة الـ Abnormal set state المحاضرة اللي فاتت لما بكون عندي الـ A والـ S اللي هنا صفر وواحد بيساوونش بعض، الـ Q واحد الـ Q بار صفر فبنسميناه Abnormal set state. الآن بقول لي لو أنت رجعت طلع إيش صار معي، رحت طفيت الكنترول سكرت يعني خزنت اللي بدك إياه ورجعت فصلته، إيش اللي حيصير عندي مباشرة عندي هذا حتصير واحد. هذا ايش برضه؟ هذا حتى ما برضه واحد. فتحول انا الستيت تاعته لايش؟ لنورمال ست ستيت، يعني كان في الاول اب نورمال ست ستيت الان صار نورمال ست ستيت. هل قيمه الكيو تتغير؟ لا، بقيت كما هي. الان هنا قد ما تغير في الار والاس زي ما ايش ما بدك تعمل على الفاضي. حيبقى اللاتش في الحاله هاي طالما الكنترول بيساوي صفر، حيتم اللاتش عندي في حاله النورمال ست ستيت. طيب لو العكس سامة كنا بدنا نحول لحالة الريست ستيت، بمعنى احنا عندنا هنا هذا صفر وهي واحد وهنا فتحنا اللاتش، يعني عملنا له انابل، عملنا له انابل يعني قيمة الاس والار حيأثروا لي في قيمة الكيو المخزنة، حيغيروا فيها، فهذا حيصير عندي واحد وهذا الصفر، خلاص؟ زاد الصفر يعني هذا واحد، واحد، صفر، وهنا صفر إلى آخره. هذا الحالة اللي هذا شو اسمها؟ Abnormal Reset State، كلام واضح. هذا Abnormal Reset State. لو أنا رجعت فصلت خلص ما دام غيرنا بشكل لحظي رجعنا للسي لغنى، هذه تحولت عندي لإيش الآن؟ لواحد، هذه تحولت الآن لنورمال ريست ستيت، بقيت قيمة كيو كما هي، نوت شان. فلاحظ هنا الآن اللي ضفته أنا إنه صار عندي مور كنترول. مور كنترول بدنا نحافظ على قيمة الكيو أطول، بمعنى لو أنا عايز أغير بغير بشكل لحظي وخلاص. الآن الأس والأر هذول الموصولين في الباص على سبيل المثال قد ما تغيروا بتحط هذا واحد صفر واحد اللي بدك إياه على الفاضي، سيبقى اللاتش هنا في حالة النورمال ريست ستيت طالما إن الكنترول بيساوي إيه؟ صفر. فهذه هي الفكرة تاعت الإنابل ديسابل إنابل أر أس لاتش. طبعا الكلام هذا بالتفصيل إحنا رسمين الرسمات هان عشان يعني زيادة توثيق. نيجي أول واحد الكلام اللي حكيناه بشكل سريع، لأن هنا الصورة بدأت توضح، واضحة الصورة. هنفترض إنه اللاتش اللي عندنا هان كان في حالة نورمال ست ستيت زي ما أنت شايف، هذه الحالة طلع بطلع هان، هذه اسمها نورمال ست ستيت، لاحظ الكنترول عندي صفر. طيب لو إحنا عملنا فتحنا واحد زي هيك اعطينا كنترول الواحد هاي شايف اعطيناها واحد، شو حيصير معي؟ لو هذا اعطيناها واحد حيصير عندي هذه القيمه صفر وهذه القيمه تبقى واحد،
إذا هذا الصفر هذا حصير عندي إيش؟ واحد، والواحد حيجي هام، واحد مع الواحد حيجي الصفر، والصفر هيحل محل الواحد، فصار عندي الحالة هذا شو اسمها up normal reset state. لو أنا رجعت طبعاً هي مين الحالة هاي اللي أنت شايفها، يعني لما حطيت واحد هام هيك صار عندي اللاتش، هذه اسمها up normal reset state، كلام واضح. لو رجعنا احنا الصفر من اول وجديد الكنترول للصفر ها if we apply zero للسي حنعمل له disable. هاي شايف نفس القيم لكن احنا بدل الواحد رجعنا الصفر، شو صار معنا؟ صارت هادو واحد وهادو واحد، يعني صار عندي اللاتش في حالة normal reset state. لاحظ المفروض المكتوب هي نعم حيروح عندي للنورمال ايه؟ للنورمال reset state. واضح؟ الكلام اللي حكيناه في السلايد اللي قبل. الآن العكس، لو عايزين نحن نغير لاحظ أنا إحنا الانيشال يعني الحالة هذه اللي كانت من السلايد اللي قبلها اللي هي هذه اسمها normal reset state. لو عايز أحولها للnormal reset state بعطي أنا للأس واحد والآر صفر، لكن على الفاضي مش هيتغير عندي اللاتش. ليش؟ لأن أنا عندي السي بتساوي صفر. شو أنا بدي أعمل؟ لو أعطيت هاي واحد يعني عملت له هان إنابل. شو يعني عملت له إنابل؟ يعني أنت R و S أصبح ممكن تغيره في حالة اللاتش. فنجي نطلع لما إحنا أعطيناها هذه الصفر واحد، شو تحصل معي؟ هاي صارت صفر، يعني تقول التنتين صاروا وحدات، هل طبعا هيبقى واحد كما هو. زاد صارت صفر يعني أوتوماتيك المخرج تاع الناد اللي هان واحد، الواحد يحل محل الصفر، واحد وواحد حيعطيني الصفر، والصفر اللي حيجي يحل محله هام، فهذه الحالة صارت عند اللي يسميها up normal set state اللي هي مين؟ الحالة هام، تلاحظ؟ لما عصينا واحد هام ايش صارت عندي؟ عملنا له واحد وكانت الاس واحد والار صفر، تحول عندي للـ up normal set state. لو رجعت حطيت السي رجعته يعني عملت له ديسابل، حيتحول عندي لايش؟ لنورمال set state، تبقى قيمة الكيو والكيو بار نفس الشيء نوت تشينج. لكن الحالة اللي هنا صارت ايش اسمها؟ normal set state. واضح. الآن نيجي احنا طبعا فكرة بنحكي الكلام هذا واحنا بنستذكر مع بعض المحاضرة اللي فاتت والحالات تاعت اللاتش، لأن هذا كلام مهم. فبقول لي أنا طيب لو عايزين احنا أعطينا الأس والآر عايزين نحصل على حالة الأب نورمال ستيت، كيف؟ طلع معاه بقول لي لو هدول الاثنين يعني هو كان في أي حال، هذه الحالة اسمها إيه؟ هلا هذا تايبو، في عندنا تايبو، هذا واحد. هيبقى طبعا زي ما هو هذا صفر، هذه حالة اسمها النورمال ست ستيت، هذا عدلها هذا تكون واحد لأنه المدخل احنا مدخلاته صفر. طيب احنا أعطينا الأس واحد والآر واحد. هينتج عندي انه يكون اللاتش عندي انا ايه؟ اب نورمال ستيت. ادينا على ذلك لو جينا احنا حطينا على هاي واحد عملنا له انابل. شو حيصير عندي هان؟ هذا حتصير عند الصفر. واحد وواحد حيعطينا صفر. وحتى الاصفر هنا حيعطينا واحد اللي هو واحد. وهنا عندنا برضه حيعطينا واحد. صح؟ لانه هذا صفر وهذا صفر. هذه الحالة اسمها ايه؟ up normal state. ذكرينا طبعا الكلام هاي مكتوب عندنا هنا وهي واضح واضح الصورة، هذه الحالة اسمها up normal state. الآن احنا لو زي ما تعودنا زي السلايد اللي قبل لو رجعنا عملنا له disable حتصير عندي مشكلة. مشكلة ايه؟ انه هذا حتصير عنده واحد وهذا واحد، صح؟ إذا هذا واحد هذا حتصير صفر وهذا حتصير وحدات صارت صفر. الأصفار بيجن هان بيجن هيك صارت حترجع هذا واحد وهذا حترجع واحد. دخلنا في مرحلة مين؟ الأندفاند والأنستيبل. ماذا يعني بيصير عندي مرحلة الأندفاند والأنستيبل؟ لما بيكون عندي حالة الأب نورمال ستيت قبل هو عملنا له إيه؟ ديسابل. فهذه الحالة اللي هنا فبالتالي لاحظ موضوع الكنترول اللي احنا ضفناه هنا الكنترول هنا ما حلليش مشكلة الأندفاند والأنستيبل، لا هو فقط حللي مشكلة إنه صار اللاتش عندي أنا مش في مهب الريح، صار عندي مور كنترول فقط. طيب لكن لا زالت المشكله الثانيه قائمه. تعالوا نشوف مع بعض الان نجمل الكلام اللي حكيناه في الانابل ار اس لاتش. الفانكشن تيبل بتاعت الانابل ار اس لاتش طبعا واضح، انا بقول لاحظ اذا كان عندي السي بيساوي صفر الاس والار بغض النظر ايش قيمتهم قيمه الكيو حتصير ايش؟ نو تشينج، مش حتاثر.
لكن احنا لو اعطينا الاس واحد والار صفر وعملنا له ايش؟ انابل. كيف نعمل له انابل؟ بنعطي الكنترول واحد فحتحول عند الحاله هذا شو اسمها؟ اب نورمال ست ستيت، وقيمه الكيو حتخزن فيها ايه؟ واحد. لكن شو اسمها الحاله؟ اب نورمال ست ستيت زي ما شفنا. لو رجعنا عملناها بعديها عملنا ديسابل، يعني خلينا السي بيساوي صفر، صار عندي بغض النظر ايش قيم الاس والار حتحول عندي لمين؟ لنورمال ست ستيت، وتبقى قيمه الكيو كما هي بتساوي واحد. بعديها احنا لو اعطينا الاس صفر والار واحد وعملنا له ايه؟ انابل، هتحول عندي الاب نورمال ريست ستيت. بعدين لو عملنا الديسابل هلا زي ما شفنا صار عندي بغض النظر ايش قيم الاس والار، بعد ما عملنا الديسابل هتحول عندي لنورمال ريست ستيت. لو اعطيناهم انابل والاس واحد والار واحد زي ما شفنا هنقول مرحله مين؟ الاب نورمال. الان بعديها لو عملت انا ديسابل له هتحول عندي حصل لمرحله الانديفايند او انستيبل ستيت. طبعا بقول لي انا لو احنا كمان حطينا عمال انابل والاس والار اصفاد برضه حتصير عندي نو تشينج، قيمة الكيو نو تشينج. هذا بالنسبة للار اس لاتش اللي باستخدام النان، اللي باستخدام النان. بقول لي طيب لو احنا عايزين، يعني احنا شفنا رسمة الانابل ار اس لاتش باستخدام النان. طب هل هو نفس الرسم للانابل ار اس لاتش باستخدام النور؟ لا بيختلف، لاحظ هذه هي الرسمة بتاعتها. ولاحظ حتى قيمة وين انا بحط الار والاس. هل هذا بيفرق معنا ولا لا؟ يعني تعال نطلع في السلايد اللي قبلها، الاس فوق والار تحت، ملاحظة مهمة هاي، لكن هنا تطلع الار فوق والاس تحت، وهذا اسمه اللي هو الار سلاش باستخدام النور، لاحظ احنا ايش ضفنا هان؟ ان ما ضفناش نور، ما ضفناش نان الى اخره. فهو المفروض انك هان ايش تعمل؟ تقعد تجرب الستيتس الحالات الست اللي حكينا عنهم هان، وتعمل فانكشن تيبل زيها، وبقول لك كمان ايش راح تلاحظ. طبعا هو المفروض انه هان يطلع نفس الفكره ذا سيم اللي هنا، بس انا عايزك انت تجرب لحالك، بس انا هضيفه من ضمن الهوم ورك عشان اتاكد انك انت ايش عملت. عشان احنا بالنسبه لنا هان بنكون يعني المحاضره اللي فاتت اخذنا احنا الار اس لاتش بالنان والار اس لاتش بالنور بالتفصيل النوعين. الان احنا اليوم قاعدين دخلنا في موضوع الانابل ار اس لاتش عشان نحل مشكله الكنترول، لكن اللي شرحناه لحتى الان كان هو انابل ار اس لاش باستخدام النان. طيب الانابل ار اس لاش باستخدام النور كيف؟ هي رسمتوه بدنا نجيب كمان مره الفانكشن تيبل تاعك، فانت هتجرب كل الستيتس تاعتي وتجرب انا عشان تبني مين؟ الفانكشن تيبل لك. طيب نيجي الان على المشكله الثانيه. المشكله الثانيه اللي هي اكثر وضوحا اللي هي موضوع الانديفايند او الانستيبل. المشكلة الثانية بقول لي لاحظ هنا as we notice that using the enabled R slash، يعني مع ان احنا استخدمنا اللي هو الإناب الا انه حلينا فقط الفيرست بروبلم، وانه احنا كيف نضيف مور كنترول على اللاتش خلصنا منها. however لكن it did not solve محلتش السكند بروبلم اللي هي موضوع ايه؟ الانديفايند والانستيبل. الفكرة هنا كيف بدنا نعالج المشكلة هاي؟ إذا بتلاحظ المحاضرة اللي فاتت وحتى اللي أخذناه اليوم في الإنابل، هو متى أنا بأصل لمرحلة الأنديفايند أو الأنستيبل؟ متى؟ أنا بصلها في حالة واحدة وحيدة فقط، لما بكون قبل حالة إيه؟ الأب نورمال ستيت، ممتاز. أصبح إذا أنا قدرت إني أساساً أمنع اللاش إنه يوصل لمرحلة الأب نورمال ستيت، هيك أنا فيش إمكانية أدخل مرحلة مين؟ الأنديفايند والأنستيبل، ممتاز. الملاحظ هنا متى انا بدخل في مرحلة مين؟ الانديفاين سوري الاب نورمال ستيت. تعال نطلع في السلايد اللي قبلنا، تعرف شو احنا كتبناه؟ نعم هايو هان. لاحظ الصورة هاد، هو متى انا بصل لمرحلة الانديفاين او الانستيبل؟ متى؟ لما بكون قبلها في مرحلة الاب نورمال ستيت، صح؟ صحيح. طيب السؤال متى انا بقدر امنع ان اصل لهي؟ بالاساس هذا متى بتصير؟ بتصير هذا اذا كانت قيم الاس والار بيساوي بعض. بيساوي ايه؟ وحدات. واضح في المثال اللي معك. فاذا انا قدرت انه لا، اذا قدرت ان القيم الاس والار ما سواهنش في بعض، هيك طبعا فيش امكانيه ان اصل للستيت تاعت الاب نورمال. وهذا طبعا المشكله او الفكره تاعتها اللي هي فكره الحل، طبقناها على
طورناها وصدر عنا ونشأ عنا لاتش جديد اللي احنا بنسميه دي لاتش، دي اختصار لكلمة داتا. طبعا الكلام اللي حكينه جاي لك طلع the idea behind solving، الفكرة اللي هو وراء عملية حل مشكلة تانية هي the following. We notice لاحظنا ان الـ undefined والـ unstable بيحدث لما الـ R والـ S بيساوي واحد at the same time. بعدين عملنا طبعا هذا الـ NAND والـ NOR موضوع تاني، مش يعني الفكرة هو نفس الشيء. إذا إحنا ضمننا إنه الـ input الـ R والـ S are never equal، يعني ما يساوينش بعض، تمام؟ are never equal to واحد بالذات at the same time، حنيتها هنا we will never، لا يمكن إنه نصل لمرحلة مين؟ الـ unstable، لأنه أساساً إحنا مش هنصل لمرحلة الـ abnormal أساساً. فهذا طبعاً إحنا بنحل من خلال حاجة اسمها الـ D-latch. D-latch. تعالوا نشوف مع طبعاً هاي منظر الـ D-latch اللي هو أنا مستخدم له برضو مين؟ الناند لاتش، يعني هو الدي لاتش باستخدام الناند، هو نفس الشيء، نفس الار اس انابل ار اس لاتش اللي شرحناه في السلايد اللي قبل. بس ايش عامل هو هنا؟ ضيف لي هنا هيك هي الدي وعملها انا عاملها هذه نوت، يعني اذا هذه واحد هذا هتكون المدخل، هذا واحد هذا صفر، تساوونش بعض. لو الدي ساوت واحد طبعا هذا سوري صفر، هذا حتساوي ايش؟ واحد. بس فيش امكانيه هذه القيمه وهذه القيمه يساوون بعض، دائما وابدا عكس بعض. هيك احنا بنضمن ان احنا ما نصلش لمرحله مين؟ اللي هو الانديفاند والانستيبل. شوف مع بعض الستيتس او الحالات تاعت الدي لاتش وهم قلال جدا، لانه احنا هنا حنلغي محل مين او الستيت تاعت مين؟ اللي هو الاب نورمال والانديفاند. فبقول لي هنا لاحظ الان لو كان عندي الدي بيساوي صفر، سوري واحد وانا عامله ديسابل، وانيشيالي كان اللاتش في حاله شو هذا؟ نورمال ريسيت ستيت، صح؟ هذا نورمال ريسيت ستيت، ممتاز. الان انا عاطي للدي واحد، لكن بما انه معمله ديسابل على الفاضي حتى قيمه الكيو هنا نو تشينج، ممتاز. لو انا فتحت الكنترول عملت له انابل، شو اللي حيصير؟ اللي حيصير بانه القيمة اللي هنا حتساوي صفر، وهذا القيمة حتى ما واحد، لأنه هذا القيمة بتساوي صفر، يعني إحدى مدخلات الناند اللي هنا صفر، واضح. إذا هاي صفر هذا حتساوي إيه؟ واحد. الواحد حيجي هان، واحد وواحد حيعطينا الصفر، والصفر حيجي هان، طبعاً هنا اللاتش جلس، وحتبقى قيمة كيو كما هي، صح؟ لأن الحالة هاي الستيت هاي اللي هي حالة شو اسمها؟ أب نورمال ست ستيت. لو رجعت على الكنترول وحولته للصفر، هاي حتصير واحد، وفي الحالة هاي حيتحول عندي يبقى اللاتش قيمة الكيو كما هي، والحالة تاعته حتصير نورمال ست ستيت. الكلام طبعا احنا بوضح لك اياه بالرسم هاد بالتفصيل. لاحظ انا لو دخلنا احنا هاي الواحد وهذا الواحد، فحيتخزن في قيمة الكيو واحد، وهذه الحالة اسمها اب نورمال ست. لو رجعنا الكنترول لغيناه وعملنا له ديسابل، حيتحول عندي ل نورمال ست ستيت، وحتبقى قيمة الكيو مخزن فيها واحد. وهذا الشيء مهم وممتاز. ليش؟ زي ما حنشوف كمان شوي، مش حاصل على مرحله الارت نورمال ولا انديفاين، وفقط حيكون عندي هم الحالتين هذول، فيش غيرهم. لكن هذا لو انا كنت في حاله، مثال ثاني، انا في حاله هذه الحاله اسمها ست ستيت، طبعا هذه اسمها نورمال ست ستيت. لو انا اعطيت الدي صفر معمول ديسابل على الفاضي، يعني قيمتها حتبقى كما هو. لو اعطيت الكنترول واحد انا هان، شو حيصير معي؟ الواحد مع الواحد اللي هان هذا اللي حتصير صفر، فان هان سوى الصفر هذا حتساوي واحد، والواحد حيجي هان مع الواحد اللي هان حيعطيني هذا الصفر، والصفر بحل هان، فصرف الصفر واحد، واحد وواحد صفر، اتجلس اللاتش واستقر. لكن هذه الحالة اسمها اب نورمال ريست ستيت. لو رجعنا على الكنترول وحطينا له صفر، عملنا لها ديسابل، يعني شو اللي حيصير؟ حترجع هذا واحد، وهذا صارت ستيت شو اسمها؟ نورمال ريست ستيت. الكلام طبعا نوضح لك اياه وين هان. فنيجي هنا لما فتحنا الانابل زي ما انت شايف، هذا الان اللاتش صار عندي او الدي لاتش الان اسمه صار عندي في حاله الاب نورمال ريست ستيت. رجعنا على الكنترول ولغيناه، يعني عملنا له ديسابل، حولنا صفر صار ديسابل، فقيمه الكيو مش راح تتغير، وحيتحول اللاتش عندي يصير الستيت تاعته نورمال ريست ستيت. ممتاز. هذا هو موضوع مين؟ الدي لاتش. حالات قليلة جدا، أربع حالات بس، نطلع مع بعض نشوفهم. بقول لي لاحظ هنا، لو احنا كان الكنترول بيساوي صفر يعني معمول ديسابل، والدي بتساوي اكس، اكس يعني صفر أو واحد،
قيمة التيوش هتساوي نوتشن ما تشتغل. لو الكنترول واحد والدي واحد هيتخزن عندي في الكيو هتساوي واحد، وهذا الحالة اسمها abnormal set state. لو رجعنا عملنا له ديسابل هيتحول عندي لنورمال set state، تبقى قيمة الكيو كما هي. لو فتحنا عملنا له enable وحطينا في الدي صفر صار هيتخزن الكيو بتساوي صفر، وهذا الستيت اسمها abnormal reset. وهذا عملنا له ديسابل بعديها بغض النظر شو قيمة الدي بعد هيك لأنه صار له ديسابل، فهتعطينا ايش؟ لتحول لنورمال reset. ففقط هو ملوش حالتين، قيمة الكيو يا بتخزن فيها وحدات يا اصفر. ولاحظ قيمة الكيو حتكون نفس قيمة الدي عشان احنا سميناها دي لاج، يعني الدي هذا لما نحط فيها واحد طلع هاي الواحد الهاك حيتخزن في الكيو واحد، متى؟ لما ينعمل له انابل. والدي لما بتساوي صفر حيتخزن في الكيو صفر، متى؟ لما ينعمل ليش؟ للكنترول انابل. واضح؟ هذا هو الفانكشن. فبالتالي احنا نطلع انه الدي لاج نعم هو مريح وجدا وحلنا المشاكل، حلنا مشكلتين في مشكلة واحدة. فمن هنا احنا حنعتمد الدي لاج أكثر من الأصل لاج. ليش نجع راس؟ ليش نجع راسنا احنا في موضوع الأصل لاج؟ ما احنا صار الدي لاج أفضل لأنه هنا هام كنترول أكثر، وهام إنه ما فيش مشكلة تانية اللي هي موضوع الأنديفاين والأنستيبل. طبعا احنا برضو نفس الشيء قايل لك، طلع احنا شفنا مع بعض الموديفايد أرس لاج تعلمنا تحولناه لدي لاج، لكن الدي لاج هنا باستخدام اللي شفناه بالنام، هذا الدي لاج باستخدام النور. طبعا احنا هذا الفانكشن تيبل يعني شوف له ايش بيختلف عن هذا الى اخره. طيب هذا بالنسبه لمين؟ للدي لاج. لانج في لاج جديد مهم اللي هو اللاج بنسميه جي كي لاج. طبعا جي كي هذا اختصار لمين؟ لاسم العالم اللي اخترع اللاج هذا او الفكره ده. ونقرا مع بعض ايش بقول لي هذا؟ بقول لي لاحظ احنا شفنا قبل لك الدي لاج عشان يحل مشكله الانديفاند والانستيبل. هلا احنا حندرس الجي كي لاج اللي هو برضه بحل لي مشكله الانديفاند والانستيبل بطريقه ثانيه. الطريقه الثانيه تاعته تطلع وصل لي الكيو بار هيك شايفها، والكيو هان هي نفسها موصل لي اياها في المدخلات الاساسيه. هنا مش حيصير عندي حالة الـ undefined. لا هنشوف مع بعض. طبعا احنا هنا بنحكي على الفلوب، هذا تايب ولا بعدين موضوع الفلوب. خلينا نشوف عنا كيف الجي كي بيشتغل. خلينا نشوف كيف الجي كي بيشتغل عشان توضح الصورة. نطلع على الستيتس تاعين، الستيتس تاعين سهلين جدا. طلع معي، احنا انيشيلي كنا في حالة النورمال ريست ستيت. كيف يعني نورمال ريست ستيت؟ لاحظوا معي. الجي والكي بيعطيني اصفار، بما ان هدول اصفار يعني عندي الاثنين هدول ايش؟ وحدات. واللاتش انا عندي هذا مستقر اللي هو مين؟ هذه كانت في حاله الريست طبعا، هذا الصفر وهذا الواحد، وهذه الحاله بنسميها نورمال ريست ستيت. لاحظ انا الصفر اللي جاي هنا هيك هي موجود، شايف هي نفس الصفر، والكيو بار اللي هي قيمتها واحد جاي وين؟ في المدخل اللي هنا. هذه الحالة اسمها نورمال ريست. بقول لي هذا لو احنا اعطينا واحد لمين؟ تعال نشوف مع بعض. لو اعطينا واحد لمين؟ للجي. خلاص؟ انتبه معي هي مهمة. لو اعطينا واحد للجي شو اللي حيصير معنا؟ اللي عند اللاتش انا طبعا حيختلف وحصار القيمة اللي عندها بتساوي ايه؟ بتساوي صفر. ان هذه سوت صفر هذا حتساوي ايه؟ طبيعي واحد. والواحد اللي حيجي هنا هيك خلاص هذا طبعا حتساوي صفر لان عنده واحد وواحد في اللحظه هاي، يبقى هذا حصير صفر. طبعا احنا هذا اللاتش الان من جوا ايش صار عندي؟ اب نورمال ست ستيت. بس ما ننساش انه قيمه الكيو انا بعديها انا بس اب نورمال ست ستيت، بعدين قيمه الكيو هذا الواحد اجت هان صح؟ هي الواحد اجت هان، والكيو بار عندي اللي هي صفر صارت باللون الاخضر صارت صفر. ما دام صار الصفر ايش صار عندي انا؟ رجعت هذا واحد، فهذا واحد وهذا واحد، يعني برضه ايش؟ مباشره انتهى عند النورمال ست ستيت. يعني موضوع انها تكون يعني حاله الاب نورمال ست ستيت ايش لحظه حينتهي. عشان هيك هو مباشره لما رسم لي السهم قايل طلع بروح من النورمال ريست مباشره لمين؟ للنورمال ست. احنا الاب نورمال ست بنشوفهاش. مين اللي بيمنع الكلام هذا؟ لما وصلنا لكيو
في المدخل لهذا الكيو بار في المدخل تعبدي. هذه فكرة كثير مهمة وراقية وعملية. لو احنا في حالة على سبيل المثال النورمال ست اللي هي الحالة هاي شو بنعمل؟ لو اعطينا الكي واحد اعطينا الكي واحد شو حيصير عندي هان؟ لما خلصوا هان حتساوي صفر، الصفر حيعطيني هان واحد، هاي الواحد والواحد صفر، هذا الصفر هذه الحالة اسمها اب نورمال ديست. بعدين تنساش الصفر حيجي هان هيك والواحد حيجي هان هيك، هذا حتصفى واحد وهذا ما دام صار الصفر برضه حترجع واحد، فمباشرة تحول لايش؟ لنورمال ريست سكيل. فعشان هيك مباشرة من نورمال سيت تحول مباشرة لايه؟ لنورمال ريست. الاب نورمال سيت والاب نورمال ريست بنشوفهم مش خلاص. طيب هل احنا حالة الانديفاند والانستيبل بتروح ولا لا؟ نشوف مع بعض. انتبه معنا هذه النقطة طبعا كثير مهمة. هو اللي لاحظ هان لما جينا هنا هيك طبعا هذا اللاش مستقر، احنا سميناه هذا الانيشال ستيت الحالة الأولية وهذا طبعا هو النورمال ست ستيت. فبقول لي هنا لو أعطينا احنا للجي واحد واحد والكي واحد فرضا شو اللي حيصير معنا؟ نعم. لو اعطينا هنا هاي الجي واحد والكي واحد اللي حيصير عندنا هان ان هذا حتصير صفر صح؟ نعم. وبعدين الصفر هنا حيحول مباشره هاي واحد يعني هاد واحد واحد وواحد حيعطينا صفر والصفر هنا هيك صار ما فيش عندي اب نورمال اساسا ريسيت. ما ننساش احنا لسه ما استقرش اللاش ان الواحد حيجي هنا هيك طيب وبعدين الصفر حيجي هنا هيك فايش حتصير عندي هنا؟ حترجع واحد وهذا ايش حتصير؟ حترجع هذا صفر. اذا هذا الصفر حترجع ايش؟ واحد والواحد حيجي هنا هيك وبعدين هذا حترجع صفر وحتغطي الصفر هان بعدين الواحد حيجي هنا هيك. فالموضوع انا في عندي مبين ايه؟ تتغير قيمه الكيو والكيو بار. انا ما قلت لك بالرسم هان هذا بده تركيز شوي بس النقطه هاي. في الانيشال ستيت تاعتنا كنا في حاله الست ستيت. الان هنا لما احنا اعطينا للجي واحد والكي واحد لاحظ معي صارت عندي قيمه الكيو انقلبت، يعني كانت واحد حتصير عندي صفر. ليش؟ لانه هذا بصير صفر والصفر طبعا حيعطيني واحد والواحد مع الواحد بيعطيني صفر فبتغير زي ما شفنا قبل. لكن هذا اللاش ما استقرش ما خلصش ما انتهاش لانه عنده بيرجع قيمه الكيو الصفر بتيجي هنا هيك طلع الصفر لما اجى هنا هيك هيها هذا الصفر لما اجت هنا هيك والكيو بار الواحد وين واحد هيها شايف فاجت هنا هيك برضه غيرت في اللاج صارت هذول الصفر طول ما انه جي وكي وحدات. دير بالك انا لحتى الان جي كي واحد ما غيرتش فيهم خليتهم زي ما هم وحدات هذا حترجع الصفر وحيتحول عندي اللاج الاب نورمال ايه؟ ست ستيت برضه ما استقرش اللاج يعني حيتموا لسه ايش قيمه الكيو بتتغير. لكن هل هذه الحاله اسمها undefined؟ لا هذه الحاله ما اسمهاش undefined. ليش؟ لان لاحظ هنا بس خلينا نوفي بس بالاول هنا احنا بعد ما جينا هذا وقلنا نرجع من الصفر هاي الصفر حيجي وين؟ على الاخضر هيك والواحد اللي هنا اللي هو بالاحمر حيجي هنا هيك حتغير لي اللاش تاعتي يعني رجعنا الان زي مين؟ زي اول. لاحظ الرسم هاي والرسم اللي فوق نفس الشيء فحتى برضه الحين بعد هذا بدي ارجع وين؟ على الحاله هاي، يعني رجعنا الان هيك ومن هنا حرجع على هذا وعلى هذا، وارجع كمان مره، وحيتم قيمه الكيو تتغير، مش تتغير تتقلب باستمرار. من واحد صفر هاي واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد الى ما لا نهايه طالما انه الجي واحد والكي واحد. ممتاز. السؤال هنا اللي سالته قبل بشوي هل هذا اسمها الانديفايند او الانستيبل ستيت؟ لا. ليش؟ لانه لاحظ هنا قيمة الكيو بالفعل عكس كيو بار. لكن في حالة الاب نورمال او الانديفاين كانت الكيو والكيو بار بيساوون بعض، هاي ملاحظة. طيب ماشي يعني هذه الحالة ايش اسمها؟ احنا الحالة مش حنسميها الانديفاين او الانستيبل، حنسميها تاجل ستيت، بنسميها ايه؟ تاجل ستيت. تمام؟ هذه حالة مهمة
وحنستفيد احنا منها. لاحظ هنا بيقول لي لاحظ as long as نحن we keep both j وال k high دائما وحدات we will get the complement if q دائما هنجيب العكس تاعت q 1 0 1 الى اخره each cycle فكل اللي هو اشطار او لف. لاحظ احنا هنا بقول لي notice that we do not have undefined state كلام اللي حكيته لان ال q وال q bar are always the complement of each other يعني دائما عكس بعض وهذا يتنافى مع ال undefined وال unstable اللي اخذناه قبل هيك. The other thing انه مبين انه هنا ال q وال q bar are not stable بس هم شيء هذا موضوع ممكن نتحكم فيه مش زي ال undefined زي ما حنشوف. طبعا هذا الكلام احنا حنتطرق له وحنشوف استخداماته لما ندخل في عالم الجي كي فليب فلوب عشان كيف نتحكم في موضوع التاجر ستيت. نيجي على موضوع الفانكشن تيب. لاحظ هنا قال لي طيب تعال الان هذا هو الجي كي لاتش ونشوف التايمنج دايجرام تاعه اللي هو انا مثال عليه عشان اوضح الصوره. طب بقول لي هل لاحظ اذا كان عندي الجي والكي بيساوي اصفار زي ما شفنا قيمه كيو هنا نو تشينج. اذا الجي صفر والكي واحد هيعطيني ايش؟ ريسيت. اذا الجي واحد اللي كانت فوق والكي صفر هيعطيني ايش؟ ريسيت. لاحظ فيش عندي حاله اسمها اب نورمال ست واب نورمال ريسيت، لا ما فيش مباشره ست ريسيت. هذا بالك شيء برضه عملي اكثر. لكن هذه الحاله الغريبه لما بكون عندي الجي والكي واحد هذا بنسميها ايه؟ تاجل، تاجل ستيت. تاجل ستيت اللي هو عطيني ايش؟ الكومبلمنت تاعت كيو اللي قبل. يعني اذا كان عندي كيو كانت صفر حتصير واحد. الكلام حيوضع عندي في المثال اللي هان. تعالوا نشوف مع بعض المثال اللي هان بتتحل اللي هو ايش الويف فورم. بقول لي هذا يعتبر انيشالي كيو انيشالي لو. ممتاز. نيجي هان. هذا القيمة هان صفر وصفر يعني انيشالي رغم انه تشينج كانت صفر. لان هان الجي صفر والكي واحد. يعني ايش بده يصير عندي؟ وين كي اللي بتساوي واحد؟ لما الكي بتساوي طبين ريسيت. لا انا في طيب ليش عاملين هاي احنا؟ لا في شيء غلط هنا. لا سوري هاي ها اذا كي بتساوي واحد والجي صفر صح؟ جي واحد جي صفر والكي واحد هاي ها اللي هي ريسيت. طب هي اساسا كانت ريسيت فهنا المفروض انها تتمها ايش؟ تتمها ريسيت. هذا بقول لي راح هي هنا بالضبط صح صح انا حتى قيمة كيو نوت شانج حتى ريسيت انا مظبوط. الان هذا رجع صفر صفر يعني نوت شانج يعني كيو زاد زي ما انت مش صفر واضح؟ فيش مشكله. الان الجي صارت واحد والكي صفر جي واحد والكي صفر حول لي هذا ريسيت طلع لنا ايش؟ لريسيت لوين؟ طول ما انه جي واحد والكي صفر. هنا عندي صاروا الاثنين وحدات جي واحد بتساوي دخلنا مرحله مين؟ التاجل. التاجل ايش معناها؟ انه اصل لما وصلت عندي هنا كان في الهاي بول ايش حتعمل؟ حتنزل لو وحتطلع هاي لو هاي لو هاي الى اخره. متى؟ لحديت ما طالما انه الجي واحد والكي واحد زي ما انت شايف. هذه الحاله اسمها تاجل. ولاحظ هنا انه لو انا بدك ترسم في الرسم قيمه كيو بار حتكون عندي ايش؟ عكسه. يعني اذا هذه لو هذا حيعطيني هاي واذا هذه لو هذه هاي واذا هذه هاي حتعطيني لو الى اخره عكس. لما يجي عندنا على مين؟ هنا صارت هذا واحد وهذا صفر يعني الجي واحد والكي صفر. جي واحد كي صفر يعني عمل لي ست. شو عمل ست؟ يعني قبل هنا حط لي كيو ايه قيمتها واحد. جي حط نفس الشيء واحد 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 يعني ايش تعمل؟ نفس الشيء طقل ستيب اللي هو موضوع حتى قيمه كيو بدت من هاي لو هاي لو هاي والى اخره. لما صرنا عندنا واحد صفر يعني عمل لي ايش؟ ست ستيب يعني طلع لي قيمه الكيو يصير عنده واحد. هنا صفر صفر حتعطيني نوت شانج هاي نوت شانج حتى قيمتها هي اصلا بقت هاي فبتم زي ما هي هاي. هنا عندنا صفر وواحد. صفر وواحد يعني جي صفر وكي واحد. جي صفر وكي واحد يعني ريست يعني نزل لك يو قيمتها الصفر. نيجي لهان هذا الصفر صفر نوت شانج. نيجي لهان هذا الصفر وواحد برضه ايش؟ ريست ستيت. هنا واحد وواحد طقل ستيت. بعدين هنا هذا واحد وهذا الصفر يعني ايش؟ ست ستيت. واضح؟ مفهوم او كيف اللي هو الستيتس تاعت الجي كي من خلال الويف فورم اللي هنا. طبعا احنا حنشوف قدام بان احنا هذا كلام بدنا نتخلص منه او نستفيد منه حنشوف مع بعض كيف.
طيب